وقال بعض العلماء إنما كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون المسجد، فإذا فرغوا من الصلاة جلسوا أو خرجوا، وما كان أحدهم يتكرر مجيئه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما كانوا يفعلون زيارته إلا لسبب كأن يأتي أحدهم من سفر، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومع هذا كله فما كان يفعله غيره رضي الله عنه، فكان يأتي رضي الله عنه إذا قدم من سفر كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر، ثم ينصرف ولا يدعو. والصحابة رضي الله عنهم مع أن باب الحجرة مفتوش ويمكنهم الوصول إليه، مع ذلك كله ما كانوا يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويقفون عنده، ما كانوا يفعلون ذلك، لا للسلام عليه ولا للدعاء عنده ولا لفعل عبادة عنده، ولذا لم يكن للشيطان فيهم مطمع كما هو شأن البعض في هذا الزمن، فإن الشيطان تلبس لهم عند قبره وعند قبر غيره من أنه يتمثل لهم وأنه يتحدث معهم.